بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم مومو نيوز للأخبار الرياضية. إذا اليوم سوف نتكلم عن لاعبنا الجزائري رياض محرز. على الرغم من كل الصعاب، على الرغم من الخيانة الداخلية التي تعرض لها، إلا أن ابن مدينة تلمسان يواصل التألق، يواصل العمل بجد، يواصل الاجتهاد في التدريبات لكي يفرض نفسه في البريمير ليج. إذن أول الأمر سوف نتكلم عن الوضعية التي يعيشها اللاعب الجزائري رياض محرز في نادي مانشستر سيتي. إذن لا يخفى على الجميع ويتفق الجميع بأن رياض محرز يعيش وضعية جد صعبة مع المدرب بيب غوارديولا العنصري. بطبيعة الحال هذا المدرب العنصري ليست هذه المرة الأولى التي نسمع بها بهذا الأمر، خاصة بعدما حصل لكل من إيتو ساموال وكذلك ليا توري مع المدرب بيب غوارديولا، بحيث تعرضاهما كذلك للتهميش وخرجا من الباب الضيق مع بيب غوارديولا. إذن معروف عن بيب غوارديولا بأنه مدرب عنصري، مدرب لا يثق في الأفارقة. هذا ما شاهدناه في العديد من المباريات الحاسمة، بحيث أنه فضل الاعتماد على برناردو سيلفا الذي يقدم أداء متذبذب منذ بداية الموسم، لأن رياض محرز صراحة في هذا الموسم هو أفضل من برناردو سيلفا من ناحية الإحصائيات، من ناحية في الأرقام لا تكذب، بحيث أن رياض محرز لعب دقائق أقل وساهم في أهداف أكثر مما ساهم فيها برناردو سيلفا. إذن رياض محرز يتعرض لتهميش كبير من المدرب بيب غوارديولا. بطبيعة الحال هذا التهميش لا نعرف سببه، فعندما تتتبع الأرقام، تتبع الإحصائيات، تشاهد رياض محرز على أرضية الميدان، تشاهد برناردو سيلفا، صراحة العاقل والإنسان المنطقي يختار في التشكيلة الأساسية يختار رياض محرز على حساب برناردو سيلفا، لأنه لاعب حاسم، لاعب يقدم الإضافة، لاعب يقدم تمريرات حاسمة، لاعب عندما تغيب الحلول يقوم بمراوغة، يسدد تسديدة، يسجل، يمرر. صراحة لاعب كما يقال جوكر، لاعب يقدم الإضافة للنادي الذي يلعب له، وهذا ما شاهدناه صراحة في مباراة تشيلسي، كيف استطاع رياض محرز أن يسجل الهدف الثاني بمجهود فردي بطريقة جد رائعة. إذن بيب غوارديولا يواصل تهميشه لرياض محرز. صراحة سبب هذا التهميش يبقى غير واضح. شاهدنا في العديد من المرات بيب غوارديولا يتكلم في الندوات الصحفية، يتكلم في الصحف الإنجليزية، يقول بأنه يعتمد على سياسة المضاورة. إذن عندما ندخل في سياسة المضاورة، صراحة لم نشاهد سياسة المضاورة مع رياض محرز، لأننا شاهدنا مبارتين أو ثلاث على التوالي يلعب برناردو سيلفا، بينما رياض محرز يلعب في المباراة الغير هامة، مثل ما شاهدنا في الشامبيونز ليج دوري أبطال أوروبا، بحيث لعب رياض محرز على اعتبار أن مانشستر سيتي متأهل سلفا في المباراة السابقة. إذن مباراة غير مهمة، لا نعلم سبب هذا الأمر. كذلك يعترف بعض المرات بأنه يقوم بأخطاء في التشكيلة، بأنه يظلم محرز، ولكن في المباراة التي بعد هذا التصريح نشاهد بأنه لا يعتمد على رياض محرز، يجلس على كرسي البدلاء، على الرغم من أن رياض محرز يكون قد قدم أداء جد رائع. إذن في بعض الأحيان نشاهد عدم منطق، عدم تناقض في آراء المدرب بيب غوارديولا. السبب يبقى مجهول بطبيعة الحال، وأنا أعتقد بأنه مدرب عنصري لا يثق في الأفارقة، بيب غوارديولا لا يثق في رياض محرز. شاهدنا عندما تم إيقاف برناردو سيلفا مباراة بسبب العنصرية، قام بالاتصال بالمدرب جمال بلماضي، قام الاتصال بمحرز من أجل أن يعود رياض ويشارك في مباراة تشيلسي. بعدها عاد رياض محرز إلى كرسي البدلاء ولعب برناردو سيلفا، على الرغم من أن رياض قدم مباراة جد رائعة أمام نادي تشيلسي.
كذلك رياض محرز يقدم مباريات منذ بداية منذ بداية الموسم يقدم مباريات جد رائعة. هذا ما شاهدناه في التقييمات التي منحه موقع هوسكورد العالمي، بحيث منح لرياض محرز تقييمات جد جد رائعة. حاليا حسب آخر الإحصائيات فإن رياض محرز هو من بين 4 أحسن لاعبين في مانشستر سيتي لهذا الموسم. بطبيعة الحال الأمر لم يقف عند هذا الحد، لم يقف فقط عند بيب غوارديولا. بطبيعة الحال هذا الأمر وهذه العنصرية وهذا التجاهل وهذا الظلم سوف ينعكس على ترتيب رياض محرز في جائزة الكرة الذهبية الإفريقية، لأن صراحة ماني يلعب بشكل أساسي، محمد صلاح يلعب بشكل أساسي، بينما محرز يجلس كثيرا على كرسي البدلاء. بطبيعة الحال هذا الأمر أثر كذلك على رياض محرز في الترتيب الأخير للكرة الذهبية العالمية، بحيث أنا أعتقد أنه لو شارك رياض محرز أساسي في المباريات كان سوف يحتل مركز من المراكز 5 أو 6 الأولى، إلا أنه على الرغم من أنه لم يلعب كثيرا ولم يعتمد عليه بيب غوارديولا كثيرا، إلا أنه تفوق على أغويرو، تفوق على هازار، تفوق على كريم بنزيما، تفوق على ستيرلينج، وكان في المركز 10. صراحة إنجاز كبير لابن الجزائر. إذن النقطة الثانية التي أود أن أتكلم عليها وهي الخيانة التي تعرض لها اللاعب الجزائري رياض محرز من الصحافة الجزائرية، خاصة في التصويت في جائزة أحسن لاعب في العالم. بطبيعة الحال إنه الأمر مؤسف، مؤسف جدا أن تشاهد أمور مثل هذه تحدث. أنا كشخص جزائري فأنا أشجع وأدعم كل جزائري يعترف بجزائريته ويقدم الكثير للجزائر. بطبيعة الحال رياض محرز قدم كأس أمم إفريقيا للجزائر، كل اللاعبين قدموا صراحة، كل اللاعبين شاركوا في فوز الجزائر، ولكن الهدف الذي سجله اللاعب الجزائري رياض محرز ضد نيجيريا يعتبر من أروع الأهداف، وساهم بشكل كبير في وصول الجزائر إلى النهائي والفوز بكأس أمم. إذن التصويت الذي قام به صراحة ظلم صالح الجزائري رياض محرز. عندما نتكلم عن كيف نقول ذلك، عندما نتكلم عن الأمانة، لربما الصحفي يقول بأنه اختار عن قناعة لم يصوت لمحرز، ولكن يا أخي إذا كنت تصوت على قناعة فصوت لميسي، كلنا يعلم بأن ميسي هو أحسن لاعب في العالم، إذا لماذا قام بالتصويت على ماني ولم يصوت لميسي؟ رغم من هذا كلنا نعلم بأن ميسي هو أفضل لاعب في العالم، أمر واضح وضوح الشمس، ميسي لاعب من كوكب آخر، لاعب من طراز رفيع، لاعب أفضل لاعب في العالم. إذن لماذا صوت على ماني ولم يصوت على ميسي؟ إذن هنا تدخل بعض الكواليس، هنا نستنتج بأن هناك كواليس تحاك ضد رياض محرز. كذلك هذا ما نشاهده في العديد من البلاطوهات، يتكلمون عن رياض محرز، يستصغرون من رياض محرز. رياض محرز هو أفضل لاعب جزائري على مر التاريخ، هذا رأيي وأنا أشجع. إن لا أعلم كيف يقومون ما هو تفكيرهم، شرف كبير أنك أن لاعب يشرف الجزائر في المحافل الدولية، صافي بليزير لاعب جزائري يحتل مركز من 5 الأوائل في العالم. لماذا لم كل نشاهد الصحافة المصرية دعمت اللاعب محمد صلاح، مع تحياتي لكل المصريين وكل الصحافة المصرية يحبوا ولاد بلادهم. المشكل نتاعنا الجزائري كما قالها بالماضي في العديد من المرات، الجزائريين لا يحبون الخير لبعضهم البعض. لا نعلم لماذا كل هذا الظلم على رياض محرز من ناحية غوارديولا، من ناحية الصحافة الجزائرية. إذن صراحة إنه الأمر مؤسف ما نشاهده في القنوات الجزائرية في الصحافة الجزائرية. رياض محرز يبقى لاعب كبير، فاز بجائزة أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي، يقدم أداء كبير في الملاعب الإنجليزية مع مانشستر سيتي، تعرض للظلم، ولكن على الرغم من هذا إلا أنه يحارب ابتسامة دائما على وجهه. اللاعب
متواضع شاهدناه عندما يأتي إلى تلمسان بني سنوس، التواضع، كيف يلعب مع الأطفال، كيف يلعب مع جيرانه، إنسان صراحة داخل وخارج الملعب رياض محرز مثال عن اللاعب المحترف، اللاعب المثالي، اللاعب المتواضع. إذن كل تحياتنا للاعب الجزائري رياض محرز. نتمنى أن تتحسن الصحافة الجزائرية، وأن يكون هناك حب للاعبين الجزائريين، حب للمنتخب الوطني، وأن يعلموا بأن تشريف لاعب جزائري للمنتخب وللعالم الوطني الجزائري هو تشريف لنا كلنا. صراحة نتمنى أن تتحسن الوضعية على العموم. كل التوفيق لرياض محرز، كل التوفيق للاعبين الجزائريين. إذن وأخيرا نتمنى أن تتحسن حالة اللاعب الجزائري رياض محرز مع مانشستر سيتي، أو أن ينتقل إلى نادي آخر إن شاء الله، لكي يعود إلى مستواه المعهود، ولكي يعود ونرى رياض محرز الذي كان يلعب في ليستر سيتي، رياض محرز الذي كان يتألق، رياض محرز الذي كان يفوز على تشيلسي بنفسه، رياض محرز الذي كان يفوز على ليفربول، رياض محرز الذي كان يسجل أهداف بالجملة، والذي فاز بجائزة أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي. إذن عذرا على الإطالة أعزائي المشاهدين، أشكركم جزيل الشكر على المشاهدة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.